معنى آية وأما السائل فلا تنهر؟ سميت سورة الضحى بهذا الاسم نسبة لأول آية فيها قال الله تعالى والضحى، وإن محور السورة الذي تتحدث عنه هو مواساة النبي صلى الله عليه وسلم ولمسة حنان ربانية خالصة للنبي عليه الصلاة والسلام، فجميع آياتها جاءت نجاء من الله له وطمأنينة لقلبه. ويكثر السؤال عن معاني آيات سورة الضحى وخاصة معنى آية وأما السائل فلا تنهر. إن معنى آية أما السائل فلا تنهر أي لا يصدر منك إلى السائل كلام يقتضي رده عن مطلوبه بنهر وشراسة لخلق، بل أعطه ما تيسر عندك أو رده بمعروف وإحسان. وأن المراد من قوله سبحانه وتعالى لنبيه وأما السائل فلا تنهر هو تذكيره، فكأنه يقول له فكما كنت ضالا وهديتك فلا ترد من استرشدك لأمر من أموره. فالسائل في هذه الآية إما طالب العلم ومسترشده وإما طالب الصدقة، وفي كلا الحالتين فلا ترده واقضي حاجته بحسب قدرتك، والقصد بلا تنهر أي لا تزجره ولا تصرخ عليه. والنهي هنا عن الغلط في القول والفعل، فعلى المسلم أن يكتفي بالرد الجميل. وهنا يدخل فيه السائل للمال والسائل للعلم، ولهذا كان المعلم مأمورا بحسن الخلق مع المتعلم ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه، فإن في ذلك معونة له على مقصده وإكراما لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد.